أهلا بكم متابعينا، أنتم تستمعون إلى بودكاست سوالف طقس من طقس العرب. نظرا لكثرة الأسئلة التي وردتنا، خصصنا هذه الحلقة من البودكاست للحديث بشكل مبسط عن المرتفع الجوي السيبيري، حيث يتردد هذا المصطلح بكثرة في النشرات الجوية خلال فصل الشتاء. فما هو المرتفع الجوي السيبيري وما هي تأثيراته على حياتنا؟ جاءت تسمية المرتفع السيبيري نسبة للمنطقة التي يتشكل فوقها، وسيبيريا هي منطقة شاسعة تشمل معظم شمال قارة آسيا. تتميز المنطقة بشتاء طويل وبارد، وبسبب برودة الأرض هناك يحدث تبريد مكثف لطبقات الهواء القريبة من سطح الأرض، كما يكون الهواء جافا نظرا لأن المنطقة قارية بعيدة عن المؤثرات البحرية والرطوبة. يمكن تصور الأمر بأن لدينا كتلة ضخمة من الهواء البارد الجاف تتجمع فوق المنطقة بسبب ثقلها، فيرتفع الضغط الجوي السطحي رغم البرودة الشديدة، ويتشكل نظام للضغط الجوي المرتفع يتمركز في شمال شرق سيبيريا. ويعتبر المرتفع السيبيري أكبر منظومة للضغط المرتفع تؤثر خلال فصل الشتاء على مناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تمتد تأثيراته إلى مناطق واسعة من بلاد الشام والجزيرة العربية وأجزاء من أوروبا، وقد يعبر تأثيره كذلك المحيط المتجمد الشمالي ليصل إلى كندا والولايات المتحدة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يصل المرتفع الجوي السيبيري إلى منطقتنا ومناطق أخرى طالما أنه يتشكل فوق سيبيريا؟ المرتفع السيبيري هو نظام جوي موطنه اليابسة، ويتمدد الهواء البارد على اليابسة مكوناً مراكز فرعية للضغط الجوي المرتفع، وذلك في فترة ذروة المرتفع السيبيري خلال الأشهر الباردة، فيصل إلى مناطق واسعة من النصف الشمالي للكرة الأرضية بما فيها مناطقنا. وفي حال نجح المرتفع بالتمدد، فقد تتوغل ذراع منه نحو الجنوب ليغطي شمال شبه الجزيرة العربية، فيشكل مرتفعاً حاجزياً يحول دون توغل المنخفضات الجوية القادمة إلينا من البحر المتوسط. والآن بعد أن وصلت تأثيرات المرتفع السيبيري إلى منطقتنا، كيف تكون تأثيراته على حياتنا؟ عندما تصل تأثيرات المرتفع السيبيري، يسود ضغط جوي مرتفع في المنطقة وتنخفض فيها درجات الحرارة، حيث تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سماته. لذلك يعتبر المرتفع السيبيري المسؤول عن موجات البرد القارس والجفاف في مناطق شمال الكرة الأرضية، فنرى استقراراً على الأجواء مع غياب الغيوم وأي تساقطات مطرية، فتظهر السماء صافية والشمس مشرقة إلا أن الطقس يكون شديد البرودة. ولأن الهواء البارد غير مؤهل للارتفاع بسبب ثقله وكثافته العالية، فيميل إلى السكون. لذلك تترافق مع المرتفع الجوي السيبيري حالات سكون متكررة بالمقارنة مع أنواع المرتفعات الجوية الأخرى. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نجدد توصياتنا لكم بالحرص على ارتداء ملابس دافئة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. كنت معكم أنا رنا السلاوي، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم بخير وعافية.